شاء الله تنعاد على كل الأميات بالخير ويشوفوا أولادهم الغايبين بخير. بعيد كل الأمهات وبعيد أمي ومرت عمي، بعيد كل الأمهات، وبتمنى حياة سعيدة للكل. أكيد، ونحن يعني منقدر هالشي ومنشكرهم على كل شيء يعني، لأنه لهم فضل كثير كبير علينا. كل عام وهن بخير، والله يخلينا أمياتنا وأميات الجميع ويهدي البال يا رب. شو ما حكينا عن الأم بتكون مقصرة، الأم مدرسة، الأم شامخة، فنت عمرها وحياتها بسبب أبنائها. الله يطول بجميع أعمار الأميات ويرحم أميات الأموات يا رب. يعني كل المرأة يا الوطن المعذب عم تمارس حياتها الطبيعية وبعدها قادرة تقوم بشؤون بيتها وقادرة تقوم بشؤون وظيفتها إذا كانت موظفة وإذا كانت معلمة بعدها عم تعطي دروس، هذه تستحق التقدير وتستحق الانحناء أمامها. المرأة هي سيدة المجتمع، والمرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.